سلم وتسليم، اهلا بيكم وحلقه جديده من قلب جديد. ربنا يا مقلب القلوب قلبي اليك ميل، فلا تدع قلبي عن هواك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما، أهلا بيكم وحلقة جديدة من قلب جديد. ربنا يرزقنا يساعدنا إن احنا نرتاح في الدنيا ونسعد بعبادة الله سبحانه وتعالى، وكمان ربنا يرضى عننا في الآخرة وننال حب النبي صلى الله عليه وسلم. الأيام بتجري بسرعة وداخلين على رمضان. طبعا احنا قلنا لكم وهنقول النهاردة تاني في البداية إن احنا إن شاء الله بإذن الله في قناة الندى برنامجنا في رمضان هيكون اسمه الكهف، ذا كيف. الكهف بيتكلم على شرح بالتفصيل لحكاية أهل الكهف، الصورة من بدايتها لنهايتها، وزي ما احنا عارفين كل الكهوف اللي في الدنيا بتكون مظلمة إلا الكهف في يوم الجمعة بينور من الأسبوع للأسبوع، فبالتالي إن شاء الله نعيش مع بعض في رمضان في الكهف، ويعني نعيش كده حياة مختلفة وحياة لها طعم ولها رونق ولها معنى ولها عبرة ناخدها من الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها لنا في سورة الكهف. ودايما هنعيد وهنكرر: فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إذن إحنا محتاجين كل واحد رغم الضغوط والظروف والصعوبات والابتلاءات والمشاكل يكون ليه كهف بيتعامل بيه مع ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، بيدخل كده يغسل هموم الدنيا والضغوط والأعباء والمشاكل والابتلاءات علشان يقدر يكمل ويقدر يستمر على الطريق ويقدر يكمل مع صحبة جميلة تساعده وتعينه في عبادة ربنا سبحانه وتعالى. طيب احنا النهاردة هنتكلم عن ايه؟ يمكن احنا نزلناها على الفيسبوك، بنقول يا ترى كم واحد نفسه يتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، كم واحد نفسه يكون من أهل الله، كم واحدة نفسها تكون من اللي بيسمعوا القرآن فبيأثر فيهم. الحقيقة هسأل سؤال: هو عبادتنا والإسلام نزل فين؟ نزل في تشريع، التشريع ده جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي، نبي بشر موجود بيننا، فقال التشريعات وإن هو إلى وحي يوحى، ثم جاءنا ذلك عبر التواتر والروايات والإسناد. طيب يبقى ده معروف. طيب تخيلوا كده لو كان القرآن اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام ما كانش نزل علينا، يعني احنا ما كناش نعرف كلام ربنا يعني ايه، يعني ما نعرفش ربنا عز وجل رايد يقول لنا ايه فنقوله. انتوا متخيلين لو ما كانش موجود بينا في الحياة قرآن، كان كل التشريع أتى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الله عز وجل عدل ولا يظلم عنده أحد، وكان يكون تشريع واضح، ولكن أنا بتكلم على المعنى الرائع والرقيق والعلاقة البديعة والجميلة والثنائية بين العبد وبين اللي خلقه سبحانه وتعالى، بين الفقير وبين الغني، بين الضعيف وبين القوي، بين العبد وبين الملك، بين المحتاج وبين المنان سبحانه وتعالى. يبقى إذن القرآن كان بمثابة حب من ربنا سبحانه وتعالى لكل العباد. يعني إيه حب لكل العباد؟ حب لعباده المسلمين. أنت متخيل يعني إيه إن ربنا عز وجل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هو مين اللي قال الكلام ده؟ من الذي قال هذه الحروف؟ الله. كم واحد مننا نال شرف انه قال مثل ما قال الله عز وجل؟ تاني دي مهمة قوي. كم واحد وكم واحدة مننا نالت او ستنال شرف ان ينطق لساننا مثل ما قاله الله عز وجل؟ ما هو القرآن كلام الله. يعني ما الله عز وجل قال مثلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لما احنا نقول نفس الآية دي ربنا عز وجل قال كده. فمن ينال شرف أن يقول مثل ما قال الله سبحانه وتعالى؟ النهاردة عايزين نتكلم في معنى مهم: القلب الرباني، القلب القرآني. إزاي يكون قلوبنا وعقولنا فيها قرآن، فيها حياة،
فالنهاردة العنوان بتاعنا لما ربنا يكلمك. لما ربنا يكلمك يعني الله عز وجل يكلمك بقرآنه. ما احنا عندنا معادلتين، لما انت تحب تكلم ربنا تقوم تصلي، لما تحب ربنا يكلمك تقرأ كلامه سبحانه وتعالى. فالنهاردة موضوعنا لما ربنا يكلمك، يا ترى انت بتسمع بتنتبه؟ سؤال بسيط، هل نحن نعلم ونعرف وندرك ونقدر قيمة هذا القرآن؟ هل نحن نفهم ونعي ونستوعب قيمة هذا المصحف؟ خلوني أقول لكم على حاجة، احنا كلنا بنسأل نفسنا، هو أنا بحب ربنا ولا لا؟ محدش يقدر يقولك انت متحبوش، محدش يقدر يتكلم في دي، بس كل حاجة لها دليل. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول، دي بقى تتبروز كده وتنكتب عشان نقعد نشتغل عليها شوية. يقول عبد الله بن مسعود: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن. عاوز تعرف قلبك عامل إيه؟ عاوز تعرف قلبك عايش مع ربنا ولا لأ؟ عقلك. عاوز تعرف حياتك ماشية إزاي؟ عاوز تعرفي بركة الله عز وجل في عمرك وحياتك وصحتك واختيار زوج صالح وتربية أولاد كويسين؟ نفسكم تعرفوا انتوا بتحبوا ربنا بجد صدقا ويقينا ولا لا؟ اسمعوا الكلام سيدنا عبد الله بن مسعود حين قال: لا يسأل احدكم عن نفسه الا القرآن. حطوا نقطة كده، يعني اسأل القرآن ازاي؟ فبيقول ايه؟ فان كان يحب القرآن بتحبه. خلي بالكوا في فرق بين ان انا مش بقرأ قرآن، وفي فرق تاني ان انا مش بحب القرآن. ايه ده؟ هو في مسلمين ما بيحبوش القرآن؟ ما احنا بنشوف ناس بتقرا في المصحف عمال يقرا بسرعه 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 عشان يخلص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكن هم احدكم اخر السوره. انا عايز اخلص الجزء والربع، وعايز اختم القرآن في رمضان 15 مره وخمس مرات وكله بثوابه. ابدا، اللي بيقرا قرايه الجرايد ولو المصحف اتقفل ما يعرفش هو واقف فين. نحن لا نحترم ولا نقدر ولا نجل كلام الله عز وجل، عندنا مشكلة. وإن كان الرواية فيها بعض الضعف، قال صلى الله عليه وسلم: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. بيقرأ قرآن بس بيلعنه. ليه؟ لأنه همه يخلص، همه اللي بعدها، وهمه لما يغلط في الصفحة يروح قالب أكني قريتها، فتحس أنه بيتخانق مش بيقرأ، تحس أنه عايز يخلص ومش فاهم. سؤال، بعدما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، احنا كم مرة قرأنا كله الله أحد الله الصمد؟ يا كتير، يا بص بقى يعني. طب السؤال، انتوا عرفتوه؟ يعني ايه الصمد؟ يعني ايه الصمد؟ والله يعني انت لحد النهاردة وحضرتك لحد النهاردة إلا من رحم الله وأحب مش عارفين يعني ايه الصمد اللي هو من أسماء الله الحسنى أصلا؟ مش عارفين يعني ايه قل هو الله الصمد؟ الصوره دي لما بتعدل ثلث القران، يعني لما اقرا سوره الاخلاص ثلاث مرات كاني قرات القران. لما كان السيده عائشه بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ده في فلان من الصحابه كل ما يصلي بالناس يقرا في ركعه من الركعتين الجهريتين يقرا بسوره الاخلاص، كل ما يصلي بيهم يقرا الفاتحه وسوره وبعد كده ركعه ثانيه الفاتحه وقل الله احد. فالنبي ساله قال: يا رجل لما تقرا بها؟ ليه كل شيء تقرأ بيها؟ فقال: يا رسول الله إنني أحبها، أنا بحب الصورة دي جدا، أنا عايش فيها، أنا مستوعبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله يحبك كما أحببتها. ربنا بيحبك زي ما أنت حبيت الصورة. يا ده عشان حد حب صورة ثلاث أربع آيات ربنا حبه. طب اللي بيحب القرآن كله، فعشان كده في فرق بين عدم القراءة وإن أنا مش بحب المصحف، مش بحب القرآن. وبصوا خلينا معلش يعني من الآخر، خلينا صراحة ما نضحكش على بعض وما نجاملش نفسنا. أنت لما بتمسك المصحف ولما تشوفه تحبه؟ بتعشقه؟ يعني له طعم؟ أنا مش مع اللي هو يقرأ آيتين ويروح بس المصحف أنا مش بكلم في دي، بكلم من جوه. ارجع تاني، ارجع تاني، هات لنا كلام عبد الله بن مسعود: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. بوضوح. وإن كان يكره القرآن
فإنه يكره الله ورسوله. كلمة صعبة جدا جدا. سيدنا أوس ابن عبد الله بيقول كلمة خطيرة، يقول نقل الحجارة عند المنافق، يعني واحد يطلع على الجبل يكسر يشيل حجارة تقيلة وينزل بيها، وبعدين يشيل حجارة تانية ويطلعها فوق، ينقل حجارة من جبل لجبل. نقل الحجارة، والله معنى عميق جدا، نقل الحجارة عند المنافق والعياذ بالله أهون من قراءة القرآن، أهون من قراءة القرآن. الحسن البصري رحمه الله سليل بيت النبوة وتلميذ سيدنا علي بن أبي طالب يقول تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء. بصوا على حلاوة الإيمان في قلوبكم في ثلاث أماكن، عند الصلاة والذكر وقراءة القرآن. عايز تدوق طعم حلاوة الإيمان وحلاوة القلب وراحة البال والطمأنينة والسكينة والسعادة وانت بتصلي بتنقر الصلاة وتجري ويلا، ولا واحدة واحدة؟ الذكر. سبحان الله، يعني ايه سبحان الله؟ يعني ايه سبوح قدوس؟ انا بديلكوا كده يعني هنت او علامات عشان تدوروا على المعاني دي. القدوس، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى عند الذكر، ثلاثة، وعند قراءة القرآن. ولك فإن لم تجد فاعلم أن الباب مغلق. لو ما لقيتش حلاوة في قلبك في الثلاث حاجات دول، الباب مقفول، واعلم أنه لا قلب لك. يعني كبر كده ثلاث مرات وارى على نفسك الفاتحة وعلى قلبك الفاتحة، ما عندكش قلب، اسأل ربنا وادعيه أنه يبعث لك قلب بقى تعيش بيه. لهم قلوب لا يفقهون بها، ما هو كله عنده قلب، بس أنا مش بتكلم على القلب اللي هي حتة اللحمة اللي في الشمال، أنا بتكلم على المضغة اللي هي فيها لطيفة ربانية تشعر بكلام الله وتتبره. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب. طيب عايزين نطلع من هنا لإيه؟ إن إحنا من النهاردة بنتهيأ لرمضان وبنعشق القرآن. تعالوا نسمع الحديث ده، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقروا القرآن، وكلمة اقرأوا القرآن ليس معناها فقط ان انا مسكت قلت ايتين القراءة قاعد، لا، القراءة هنا بمعنى القراءة والتدبر. يعني افهم واحدة واحدة، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، والحديث في صحيح مسلم. طب يا ترى، تعالوا كده نحسب حاجة، ورقة وقلم. عدى علينا من النهاردة لحد السنة اللي فاتت زي النهاردة كم يوم؟ 365 يوم. كم يوم قريت في القرآن من 365؟ أنا معرفش، حط بقى أنت بقى إيه على نسبة كده، 100 يوم، 10 أيام، 15، مفيش، 30 يوم بتوع رمضان وغير كده نسيت. طيب حط نسبة على 365 يوم. خلي بالك كل لما تقرأ ده، خلي بالكم في ناس 365 على 365 يعني 10 من 10، يعني القرآن صاحبه. أصل النبي ما قالش فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لقرائه أو لمردديه أو لسامعيه، لا، قال لأصحابه. يعني إيه واحد صاحبك؟ يعني أنا بسمعه وباخد بكلامه وبحكي له رأيي وبفكر معاه كويس وبحبه وبحبه وبتردد عليه. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كام يوم في 365 بس اللي فاتوا القرآن كان صاحبك وحبيبك، ولو مت في اليوم ده يشفع لك لأن أنت كنت بتقرأ فيه. خلي بالكوا المعادلة دي مهمة جدا. طيب السنتين اللي فاتوا، حلو السنتين دي، السنتين اللي فاتوا، طب الثلاثة، طب الخمسة، طب العشر سنين، يا ترى كام يوم القرآن صاحبي حبيبي شفيعي؟ محتاجين نفكر. طيب مش دي وبس، ربنا عز وجل بيقول سبحانه وتعالى إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس، فقال الصحابة ومن هم يا رسول الله؟ مين هم دول الأهلين؟ فقال صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والحديث في الصحيح رواه أحمد والنسائي. يبقى إذن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، دول الناس اللي ربنا اختصتهم لنفسه لعبادته، يباهي بهم الملائكة، يبتليهم ليطهرهم ويرزقهم صبر يتناسب مع الابتلاء عشان يصبروا وما يسخطوش.
ويرزقهم نعم فينشغلوا بالنعمة ولا ينشغلوا لا غلط، ينشغلوا بالمنعم ولا ينشغلوا بالنعمة. لما يحصل لهم موقف تعبهم يرزقهم الرضا. أهل الله وخاصته يصلهم أمورهم، يجعل لهم مخرجا، يفتح عليهم من الخير، يرزقهم ويبارك لهم. أهل الله وخاصته. تاني 365 يوم اللي فاتوا اتفقنا كم يوم منهم صاحب للقرآن. اتنين، كم يوم منهم كنت من أهل الله وخاصته؟ كم يوم؟ ها تخيل كده. يلا أنا عايز بعد الحلقة مصاحفنا معانا كل واحد يقرأ بتدبر عشان النهاردة يكون صاحب للقرآن. اتنين، يكون من أهل الله عز وجل. طيب ايه كمان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث اسناده حسن، من سره اللي نفسه اللي يحب كده، من سره ان يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. اللي يبقى نفسه وفرحان جدا ومبسوط جدا انه يحب ربنا عز وجل ويحب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المصحف. طب يا ترى كم يوم من 365 يوم انت هتكون بتحب ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي؟ حط نسبة، احنا لسه ماشيين في اخر سنة بس بنراجع. حاجة كمان، ده في مفاجأة، احنا عندنا حديث حفظناه احنا صغيرين، الحديث صحيح، يقال لقارئ القرآن، يعني ما يدخل كده الجنة يقال لصاحب القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، يقال لصاحب القرآن صاحبه، يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، اقرأ واصعد، كلما يقرأ يصعد، اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد، لكل آية درجة، كل آية لها درجة، يعني عدد حروف القرآن، الآيات القرآن لها درجات في الجنة، لكل آية درجة، حتى يقرأ آخر شيء معه، لحد ما يقف عند آخر حاجة هو عارف يقرأها ويحفظها ويتأملها ويتدبرها وكان عايش بيها. المفاجأة إن سيدنا عبد الله بن مسعود ابن عباس بيفسر الكلام ده بيقول إن عدد درجات الجنة على قد آي القرآن، يعني شوف القرآن فيه كم آية، على قد آيات القرآن دي درجات الجنة. طب أنت حافظ كم آية؟ طب أنت حافظة كم آية؟ طب أنت فاهم وواعي كم آية؟ طب أنت بتحسن قراءة كم آية؟ أنت بتحسني قراءة كم آية؟ خلي بالكوا لأن الحديث هنا له محملين. يقال لصاحب القرآن، منها من قال بعض العلماء في هذا أنه الحافظ اللي بيحفظ القرآن، ومنه الحفظ بمعنى أنه حفظه، والأمر الثاني أنه بمعنى القارئ التالي الحافظ لحدوده، وهذا هو الترجيح. يعني المرجح عند العلماء أن اللي بيقرأ كويس ويعمل بما في القرآن لأنه عارفه وحفظه فعارف القرآن، مش معناها بس اللي حافظ القرآن هو صغير وخلاص وطول عمره بيعملش بيه، لا، المعنى هنا ان هو، وهذا ما يعني باخذ بهذا الرأي ايضا اللي هو كما قال علي اهل العلم، ويمكن ده الانسب للصحة، ان صاحب القرآن هنا في المعنى اللي يستطيع ان يقرأه يتدبره يتأمله وعمل بما فيه في الدنيا، يعني سمعنا واطعنا. طب يا ترى 365 يوم اللي فاتوا لو انا كنت مت وكان عمري السنة دي بس، يا ترى كنت هبقى واقف في الدرجة رقم كام في الجنة؟ هبقى واقف في الدرجة رقم كام في الجنة؟ فكر. طيب حاجة كمان، احنا دلوقتي بنشوف في الشوارع وعلى الفيسبوك وعلى الموبايلات نغمات عجيبة بصراحة، يعني ايه حاجات عمالة تزق كده ويهز دماغه وبوم، يعني والله يعني انا يعني انا طبعا لما بسمعها او انا مش منها حاجة، بس انا مش عارف ايه الجمال اللي فيها، يعني انا مش عارف ويدندن معاها. يعني بص بقى للحته دي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والحديث اسناده حسن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، بيدندن مع نفسه بالقرآن، مش بيدندن بال انا مش قادر انساك وانا مش عارف ايه والحاجات دي، لا، عارفين في حاجه كده، يعني فوت يعني مع التدريبات اللي بنعملها في التريننج في القيادة والتنمية وعلم النفس، ضمن الحاجات المهمة التي تختبر بيها ما يشكل عقلك اللي هي بنسميها دائرة الاهتمامات، وما يشكل قلبك وأحاسيسك
وما يشكل هم النفس بنعرفه أكتر وقت إمتى؟ من حاجتين. لو أنت نايم، يعني في ناس بتنام وبتتكلم وهي نايمة، فهو بيتكلم باللي بيفكر فيه، وبلاش ده عشان في مش كل الناس بتتكلم وهي نايمة وده مش صح يعني. إنما أخطر موقف بقى في حاجتين: وقت لما يغمى عليه ويبدأ يفوق، يبدأ يقول كلام، بيتمتم بكلمات. ففي ناس بتتمتم بأغاني، وناس بتتمتم بمعاصي، وناس بتقول القرآن. والحاجة التانية لو كان ربنا يشفيه في عملية خد بنج ويفوق من البنج. أنا شفت دي مع بعض أصحابي، هو بيفوق بيدندن بالقرآن، وفي ناس تانية بتدندن بحاجات تانية. خلي بالك، أصل سكرات الموت دي ما هي سهلة. وقت سكرات الموت لما كانش فيه إيمان قوي ورحمة ربنا سبحانه وتعالى طبعا فوق كل شيء، كلمة لا إله إلا الله مش هتيجي بسهولة، هتبقى صعبة ومش هتبقى سهلة. فما ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. لا ما شاء الله، في مشايخ أصواتهم يعني رائعة، بين اللي صوته رخيم يعني مليان شوية كده تحس ان فيه قوة، ما بين ان صوته رفيع، ما بين صوته تخين، ما بين صوته هادي، ما بين سريع، وما شاء الله مشايخ يعني بسم الله ما شاء الله أصوات رائعة. يعني أنا بصراحة من المحبين جدا لبعض المشايخ اللي فعلا نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا، الذين يقرؤون القرآن كده يعني تستشعر قوته وعظمته ومعانيه، زي الشيخ ماهر المعاقلي، الشيخ إدريس أبكر، الشيخ حاتم فريد، الشيخ أحمد العجمي وغيرهم، عشان ما انساش حد. ففي يعني اسمع، لأن احنا بنتقل أنا النقطة إن هجر القرآن مش هجر القراية بس، القرآن له أنواع في الهجر. في واحد هجر القراءة، في واحد هجر السماع ما بيسمعوش، في واحد هجر الفهم ما بيفهمش القرآن يعني سايب الموضوع، في واحد هجره هجران اللي هو عرف وما بيعملش باللي في القرآن، فده هجر معصية مش هسمع الكلام. واحد خامس هجر بقى والعياذ بالله، ده يعتبر يعني في مرحلة من مراحل كده يعني والعياذ بالله، انه مش مقتنع اصلا بالقرآن ده. وفي واحد تاني هجر الخشوع، انه يخشع لما يسمع القرآن. وفي هجر الادب، ما يكونش متأدب قاعد كده مثلا في القرآن في البيت، قاعد حاطط رجل على رجله وساعدت يا عم حبيب قلبي احترم يعني وتأدب مع الله. انت لو قاعد قدام مديرك ولا المثل الاعلى يعني هتقعد ازاي؟ فدي كلها امور مهمه جدا. طيب الفضيل ابن عياض بيقول: من لم يستأنس بالقران فلا آنس الله وحشته. احنا بنظن ان الونسه وكلمه الونسه دي حلوه، والمؤانسه باصحابنا وزمايلنا وقرايبنا والقعده الجميله والشله الحلوه والاسره مع بعضينا والحاجات دي. من لم يستأنس بالقران فلا آنس، مهما تقعد وسط الناس وتحبهم ويحبوك وتخرج وتدردش وتسعد، عمرك ما هتكون سعادتك زي اللي يستأنس بالله دايما مع أصحابه كده، بس فاكر ربنا، يذكر يسبح في عربيته، شغل قرآن يسمع، حط السماعات في ودانه كده ويسمع بعض المشايخ ويقرأ معهم، يا القرآن حياة تانية خالص. طيب ليه القرآن حياة تانية؟ لأن أصل لو القرآن مش جواك يبقى عندنا كارثة. الكارثة دي أعلن عنها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال، والحديث صحيح مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر الشيطان. مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ايه ده؟ ممكن البيت بتاعي رغم ان فيه يعني ما شاء الله ما لذ وطاب، بس مقبرة. هذا في نظر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان النبي عايش ودخل هذا البيت وحط الكلام ده على البيت بتاعك يقول عليه النبي: هذا مقبرة، البيت ده قبر. ايه بقى مقياس النبي هنا؟ لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالنبي بيقول أي بيت لا يقرأ فيه القرآن مقبرة، قبر. وخلي بالكوا مش يسمع، يعني مش مشغل صوت القرآن الكريم عشان البركة، لا، ما احنا السماع ده جزء، أو مشغل صوت البقرة في وداني وبس، لا، ما بتقراش ليه؟ يعني واحد مقضي ورده محدش هيقرا الجزء ده، يروح محطة الايربيس في ودانه وهو في المواصلات ونايم، فخلص الجزء بتاع النهارده، ده مش ورد، ما ينفعش. النبي بيقول ايه؟ اقرأوا القرآن، اقرأوا يبقى نقرأ. النبي بيقول ما يعني الذي تقرأ فيه، لازم تقرأ، أهل البيت يقرأوها، يبقى الذي تقرأ فيه.
طيب، سيدنا أسيد بن حضير في مرة من المرات كان يصلي ويقرأ، كان يقرأ القرآن وكان يقرأ بصوت رائع، فلقى الخيل جنبه يعني بتاعته بتتحرك كده حركة غريبة يعني، فبيقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنا حصل لي حاجة كده غريبة جدا، فبيقول يا رسول الله يعني أنا من خلفي كده من ورايا حسيت إن في حركة للخيل وفي كده نور في السماء، أنا مش فاهم يعني ما عرفتش يعني، عايزك تفسره لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ كمل. فهو حينما قرأ فالتفت فإذا بشيء كالمصباح ما بين السماء والأرض، حاجة منورة بين السماء والأرض. فهو استغرب جدا وسيد بن حضير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه اقرأ، وهم طب إيه النور ده؟ سيدنا أسيد بن حضير وهو بيقرأ تنزلت الملائكة في قراءته فكانت كالأنوار تملأ السماء. ولو كان ظل أسيد بن حضير يستمر في القراءة حتى الصباح واستيقظ الناس لرأى الناس الملائكة، من حلاوة القرآن، من عظمة القرآن. في حديث بيخلي الواحد يعني لازم يحط في اعتباره كده هو علاقته بربنا عاملة ازاي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن طرفه بيد الله، القرآن ده طرفه بيد الله، وطرفه بين أيديكم، وفي رواية وطرفه بأيديكم، يعني القرآن ده طرفين، طرف بيد الله سبحانه وتعالى وطرف بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا. والحديث في الصحيح. القرآن طرف بيد الله وطرف بيد العباد، طب لو تمسكنا بالطرف اللي عندنا قوي 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 لن نضل بعدها أبدا. عشان كده أي واحد غفلان تعبان بعد عن القرآن، والله عايز أقول لكم حاجة بين قوسين يعني في نفس الموضوع بس لها يعني شأن كده، أي واحد ليه بعد عن القرآن وعن الطاعة والعبادة تلاقي حياته وحشة وصعبة ومتلخبط، ويبدأ يدخل في دوامات نفسية شديدة ما بين الاكتئاب وما بين القلق والتوتر والخوف، ويخاف من الموت ويخاف من المستقبل ومش عارف ينام وحاجات قصص كتيرة كده، فيبدأ يدخل في نطاق ممكن يكون من الحسد ممكن يعني يكون من السحر فسبحان الله هو بإرادته امتنع أنه يسمع القرآن ويقرأه ويتدبره هو بكامل إرادته وبكامل يعني حيويته وطاقته، حتى يتعب هذا التعب فيضطر أن يكون علاجه أن يسمع القرآن. فأنت هتروح من القرآن فين؟ فروح له بإرادتك وتمسك في الطرف اللي ناحيتك بإرادتك قبل أن تضطر مجبرا أن تسمعه وتقرأه لكي تشفى مما فيك. وهل هناك في الدنيا أغلى أو أحلى أو أعظم من كلام الله عز وجل؟ لا طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا أمور خاصة بكلام الله وبقرآن وبهذا القرآن تحديدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح القرآن شافع مشفع، القرآن بيشفع ويساعدك تشفع لغيرك، لو هو شفع لك يساعدك تشفع لغيرك، القرآن شافع مشفع، فمن جعله إمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. والحديث في الصحيح. القرآن هيشفع لك لو خليت القرآن إمام. إمام يعني إيه إمام؟ يعني بصلي ورا الإمام. فالإمام إن أنا أشوف القرآن بيقول إيه وامشي وراه. الأكل العيش بتاعي ده حرام يبقى ابعد عنه، المال ده ما ينفعش مش من حلال، أنا سرقت أنا ظلمت أنا قتلت أنا نصبت أنا عملت أنا القرآن بيقول إيه، أنا همشي دماغي بقى هحكم بهوايا. طب وبعدين؟ إذن من ترك إمامه اللي هو القرآن فجعله خلفه ساقه إلى النار، لأن النار هيشدك منها، هيشدك لورا يدخلك النار. طب لو القرآن قدامك، وخلي بالكم من كلمة إمامه، لأن دايما القرآن يبقى للأمام، للخير، للطموح، للنجاح، للسعادة، ودايما الخير والسعادة والأمل والطموح لقدام، مفيش واحد السعادة والخير لورا، لا لقدام. فالقرآن يشدك ليهم إمام. فيا ترى القرآن في حياتنا إمام؟ كم موقف خليت القرآن وراك؟ وكم موقف وقفت مع نفسك واقفة، وقفت مع نفسك واقفة كان القرآن إمام بجد وبحق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول
ثلاثة غرباء في الدنيا، في ثلاث غرباء في الدنيا. من الغرباء دول إيه؟ ثلاثة غرباء في الدنيا. منهم تخيلوا إيه؟ المصحف في بيت لا يقرأ فيه. المصحف اللي عنده في بيته مصحف ما بيقراش فيه. ما بيقراش فيه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في كلمات بسيطة معنى أكبر، إن القرآن مش بس بيشفع وتكون من أهل الله سبحانه وتعالى يعني وعدد درجات الجنة كعدد أي القرآن والكلام ده، ولكن بيدينا معنى أكبر. فبيقول صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن، اسمع القرآن، لا 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 لا، اتلو القرآن، اقراه. عليك بتلاوة القرآن ليه يا رسول الله؟ فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء. والحديث في صحيح ابن حبان. تاني كده، تاني: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور، أو من كان ميتا فأحييناه، صحينا قلبه من غفلته وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. واحد حياته منورة يرى بنور الله، اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. ربنا ميسر له ومبصره وياخد القرار ده ولا ده، ربنا يقول له اختار ده، صلي استخارة يستريح للموضوع ويبقى حلو قوي يكمل، في نور في بركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كده: فإنه نور لك في الأرض، لأن ما عدا دي قاعدة يا جماعة مهمة قوي، كل ما على الأرض ظلمة وظلمات إلا الموضع الذي فيه يعبد الله أو يطاع الله. يعني أنت في مكان طلعت مع أصحابك وخرجت واستمتعت بحياتك وما ذكرتوش ربنا فيه، أنت كنتوا في ظلمة، أنت ما كنتوش في نور. علشان كده سيدنا أبو هريرة بيقول إن بالليل بقى، إنه لك إن البيوت التي تصلي قيام الليل ترى من السماء، يعني في السماء ترى من الأرض، دي البيوت دي في الأرض ترى من السماء عند أهل السماء كأنها نجوم. البيوت دي منورة، دول البيت منور وده منور وده مظلم، لأنه بيطاع الله في الوقت ده بيصلوا فيه. فكل شيء ليس فيه طاعة ولا ذكر ولا قرآن ولا تمسك بالحلال والحرام وبالحسنات والسيئات، كل شيء وبيت ومكان وزمان لا أستعمل فيه القرآن وتشريع الله عز وجل وحب الله عز وجل وطاعته، اعلم أنك في ظلمة لا يبيد هذه الظلمة إلا الطاعة إلا القرآن. فإنه نور لك في الأرض، مش كده وبس، وذخر لك في السماء، لا تدري ما جزاء وما ثواب من يقرأ القرآن. إن كان الألف لام ميم ليست حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولكن القرآن ربنا يضاعف فيه الأجر لمن يشاء. كل ما قلبك يحس بالقرآن اللي احنا بنسميه الخشوع ويتدبر ويتأمل، كل ما الثواب يكون كبير وعظيم. في فرق كبير جدا بين ده وبين واحد تاني بيقرأ الكلام كيعني على سبيل السرعة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، تعالوا نقرأ الحديث ده مع بعض، والحديث حسنه الإمام السيوطي في الجامع الصغير: ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر، ثلاث أصناف من الناس لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، ومش هيتحاسبوا حساب عسير أو شديد، ولا ينالهم الحساب أصلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا سألت السيدة عائشة قالت من نوق، قال النبي من نوقش عذب، مجرد بس تقف كده تتحاسب على اللي أنت عملته ده لوحده أصلا عذاب وخوف وقلق. فالنبي بيقول في ثلاث أصناف لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، وهم على كثيب من مسك، قاعدين كده في الآخرة في مكان كده كله مسك وروائح جميلة ومكان رائع في الجنة من مسك، حتى يفرغ الله سبحانه وتعالى من حساب الخلائق، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يفرغ وينتهي من حساب كل الخلائق. طب هو أول ما دول بقى يعني، طب الدور على دولت دول مين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن، وفي رواية من قرأ القرآن ابتغاء وجه الله، من الأصناف دول اللي لا يهلهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، وهم على كثيب من مسك يوم القيامة، والناس تتحاسب وهم قاعدين يعني مبسوطين. مين دول؟
اللي يدخلوا الجنة بلا حساب دول ولا يتفزعوا ولا الكلام ده، من قرأ القرآن ابتغاء وجه الله، بيقرأ القرآن لله، بيقرأ القرآن لله سبحانه وتعالى. وأنا عايز أفكركم بقوله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن، يا على الآية دي، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ما هو إيه؟ شفاء ورحمة. في ناس تانية القرآن على قلبها صعب وتقيل، راجع نفسك وراجع نفسك وراجع نفسك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ختاما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. والحديث صحيح زي الخرابة. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. هنبقى وصيتنا إيه؟ وصيتنا ثلاث كلمات: واحد، حدد ورد قرآني بوقت، كل يوم 10 آيات، حدد على الساعة 10 آيات هقفل موبايلي أو أعمله سايلنت وهركز بس مع القرآن. يبقى رقم واحد، حدد وقت واضح وليكن 10 دقائق يوميا. رقم اتنين، في العشر دقائق دولت الآية اللي ما تعرفهاش، تعرفش معناها، في كتاب صغير كده اسمه كلمات القرآن للشيخ مخلوف، صغير كده، خليه معاك مع مصحفك، انت هتقرأ في سورة كذا، هات السورة وهات الكتاب، الكتاب بتاع كلمات القرآن، ما عرفتش المعنى، المعنى الكلمة ايه، حط افهم المعنى، اعرف معناها ايه واقراها تاني عشان تحس بيه، والله هتجد للقرآن طعم تاني خالص. منها الله الصمد، اللي هنا الصمد يعني. طيب، يبقى واحد، حدد وقت 10 دقائق يوميا للقرآن وتدبر وتأمل وما تنشغلش بأي حاجة تانية. رقم اتنين، استعمل كلمات القرآن، استعمل كلمات القرآن، كتاب صغير كده، كتيب صغير، علشان تعرف معاني القرآن وتتدبر وتتأمل. رقم ثلاثة والأخيرة، اعرف قاعدة أن القرآن قوانين لابد أن تنفذ. القرآن قوانين لابد أن تنفذ. ده اللي أنا حبيت أتكلم فيه النهاردة في قلب جديد. يعني كنا بنتكلم النهاردة في كلام ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا يكلمك. يلا بقى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الحلقة إن شاء الله يعني يا ريت كلنا كده ربنا يطلع علينا ويشهد علينا، كلنا مسكنا مصحفنا وبدأنا نقرأ في القرآن، بنقول يا رب اشهد احنا سمعنا وكون علينا من الشاهدين، أن تجعلنا الآن من بركة يعني أهل النعيم ومن أهل الله، الله عز وجل وخاصته، وأن يشفع لنا هذا القرآن. يلا أشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة جديدة من قلب جديد، أشوفكم إن شاء الله في الحلقة اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبي عن هواك.